السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. تبارك الرحمن، شارع من شوارع مدينة تمارا يرى النور بعد نهاية عملية الإسفلت الأخيرة واللي كانت اليوم بنهار. فكنشوف صورة جميلة جدا في انتظار إن شاء الله تشوير طرقين، نشوف الخط الأبيض، نشوفوا البلايك اللي غيداروا. فصراحة امر يثلج الصدر. كنشوفو هنا تبارك الله شارع عملاق تبارك الله، نقدروا نبلاصيو السيارات في اليمين واليسار ويمشيو لنا جوج السيارات ويجيو لنا جوج ديال السيارات. شارع كبير. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، عملية الإسفلت قطعت أشواط متقدمة في اتجاه المركز ديال المدينة السونتر، وغادي نشوفو بالضبط فين وصلوا. فكنشوفو الأمور وصلت هنا، تبارك الله هادشي كيبشر بالخير. هادشي كيبشر بالخير. تعطاتنا الإشارة أنه الطريق راه باقا دايزة. فكما كتشوفوا معنا تبارك الله ما شاء الله الخدمة، الله يعطيهم الصحة. هادشي اللي غادي نقولو، مدينة تمارا كتغير نهار من بعد نهار، وهادشي كيبشر بالخير. مدينة تمارا كتغير نهار من بعد نهار وهادشي كيبشر بالخير. اللهم بارك، الله يسخر الامور. في انتظار الصورة النهائية، في انتظار الاشغال نشوفها في شوارع ثانوية ان شاء الله كذلك، باش المدينة نشوفها في حلة جميلة على مستوى مجموعة من الناس. فنتمنهم الله الخير والتيسير، ونتمنهم الله المسألة ديال رمي النفايات الله يجازيكم بخير، نغيروا السلوك ديالنا باش الامور تكون مزيانه. فعمليه الاسفلت غادي تستمر ان شاء الله الى حدود هذه النقطه، هذه تقاطع مع شارع محمد الخامس. كما كتوضح الصوره الاشغال مستمره في هذه الليله هذا،